في موارد الصحة العامة في العام جميعا حضوركم وتلبيتكم دعوتنا والسلام عليكم الحبيب في ما يقارب 7 قطاعات متعددة كامل وانتقلنا إلى مرحلة بناء مصر في سواد الشجون بالعديد من الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالجائحة. طبعا نحن متواجدين الان لتدشين مصنع الاكسجين الذي هو سياتي في نقله نوعيه بالمجال الصحي. ومن هناك نشكر حكومه الكويت امير الشعب والحكومه بما قدموا في جميع القطاعات من ضمنه قطاع الصحه والذي خاصه في مصنع الاكسجين الذي يخفف بشكل كبير من معاناه المرضى خاصه بعد جائحه كورونا بانتاجيه مستمره يوميه ب 360 اسطوانه يوميا. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يخفف على الشعب بشكل كبير من هذا المرض. أتى افتتاح هذا المشروع اليوم مع الموجة الثالثة لكورونا، وسيتم رفد المستشفيات في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بالأكسجين، وسيعمل على تخفيف معاناة المرافق الصحية والمرضى خاصة كورونا في الاحتياج الأكسجين. يلتقي هذا المصنع يوميا ما بين 250 إلى 300 أسطوانة 40 لتر. طبعا هذا مصنع ذو مواصفات أوروبية، أكسجين ينتج أكسجين عالي النقاوة. المصنع تكلفته المشروع كامل ما يقارب نصف مليون دولار بتمويل من دولة الكويت الشقيقة.